تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لصدمة قوية أثناء قضائه لعطلته الصيفية، وذلك بعد موسمه مع ناديه الإنجليزي مانشستر يونايتد، وذلك عند تعرض سيارته البوغاتي لحادث بمدينة مايوركا الإسبانية. وأفادت بعض الصحف على أن الشرطة تقوم بالتحقيق في هذا الحادث من قبل خدمة المرور التابعة لها، حيث أسفرت الحادث عن تعرض سيارة رونالدو البوغاتي والتي يبلغ ثمنها نحو 1,000,000 يورو، وهي ثالث أغلى سيارة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.